أصعب البلايص يتصور فيهم في فيلم أو سيري هي في الغابة، داك الشجر بزاف ولتحت يكون داك الحجر، يعني غير إذا كان شي سنان تيجري فيها لاكتوغ وتعكر وطاح مشكلة، خاص الميكاب وعاوتاني بلاتي ياكما الجرح ياكما كتبان فيه هذيك الضربة فين طاح، واش خصنا نخطوها بالميكاب واش خصنا نتسناو واحد سيمانة عاوتاني عاد نكملو التورناج. دونك تيكونوا بزاف ديال لي زوبستاكل، وعاوتاني لا كاميرا تيبود الكاميرامان بيان سور تيكونوا مقادين الطريق وكل شيء باللي ماتوس اللي غاديين بهم، يعني لا كاميرا او موفمون راه ضروري، تيجيو هذوك الاغصان او الوراق ديال الشجر تيغطاو على لا كاميرا، دونك تتكون خدمة لا في البلاطو ديال التورناج لا في المونتاج، يعني خصي بزاف يبدا يتقطع يتقطع اشاك فوا تجي شي لعيبة على غفلة. دونك في الغابة تيكون صعيب بزاف، وحتى من ناحية ديال الانستالاسيون ديال الماتيريال، يعني باش الضو يجي في بلاصتو الكوستيم خاصو مثلا، واش بغاو هذيك اللبسة اللي لابس لاكتور واش بغاوها تقطع واش بغاوها تكون نقية واش بغاوها يبان فيها التراب، يعني لي بتي ديتاي. وبيان سور ما تهضرش على الافلام الصغار، مي تنهضر على لي برودكسيون الكبار، يعني الافلام ديال الافلام ولي سيري الكبار اللي تركزوا على، حيت شنو الفرق ما بين لي ديبيوتون ولي بروفيسيونيل؟ هما هادوك لي ديتاي، لي ديبيوتون ما كيناقشوش حتى لي ديتاي، يعني بتارد ماشي متردوش البال مي كي غيديروا لي ديتاي، تيبغيو ستاف كبير تيبغيو شوية ديال البودجي كبير، وتيبغي ناس بروفيسيونيل.